الاول طلع ليه من الحب جه ثانيه واحده عدهم كلهم ما عدا انا لا عدهم كلهم فجاه الكبيره هم قالت لك بس انت نسيت قالت لك بيضلك في القفص لحد دلوقتي مش عارف تحل اللغز بيضلوا في القفص بيضلوا في القفص بيضلوا في القفص وسع 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 يا عم بس 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 جاهزين ولا بيرجع لسه ده شكلهم لسه يلا يلا خش يلا خش يا ارواح اهلا 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 يا مدام اللي على ايه ناقص هسيبه وامشي انا ما اتاخرتش احنا لابسين من الساعه 5 انا هنا من الفجر على فكره احنا هنا قبلكم جاهزين من النار جاهزين من النار جاهزين من النار جاهزين من النار يلا بينا لا 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 ازيكم يا حبايبنا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير داركم ابيض احنا ما معناش غير شنطه واحده انت عربيتك بره صح اديني مفتاحها عايزها اه هجيب حاجه بسرعه اه بصوا استنى بعد اذنك يا يحيى بعد اذنكم يا جماعه كلكم ان شاء الله انا ويحيى هنوصل مشوار مش هنكمل فيه مفيش وقت مش هنكمل فيه يعني مش هنكمل في نص ساعه نعم لا نعم يا اخويا بما ان احنا طالعين الساحل فانا ومحمد ويحيى قررنا ان احنا مش هينفع يبقى الساحل يعدي كده لا ما تجيبنيش معاك انا ماليش دعوه مفاجات يا حاج انا ماليش مفاجاه اقل من نص ساعه اللي بيقول من نص ساعه اللي بيقول عايز انا ماليش دعوه طب انا هقول لكم على حاجه ثانيه واحده هنديك 10 دقايق جدعان لا 10 دقايق نص ساعه طب انا هقول لكم على حاجه انتوا تقيموا الرحله اللي احنا طالعينها دي بكام من 10 كمكان وكفندق كم من 10 انت بقى تشوف انا بالنسبه لي ان شاء الله بالمفاجاه اللي هتحصل دي الرحله دي ان شاء الله هيبقى تقييمها هيعدي ال 100 من 10 ان شاء الله طب ده دي حاجه تبقى خلاص دي حاجه تبقى جامده حاجه دي خلاص دي حاجه تبقى ست الناس تبقى مبسوطين طب يلا نص ساعه ل 5 دقايق يلا 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 يا انت خدت مفتاح عربيتك محمود رخصة العربيه في العربيه ولا ايه اه لا في العربيه عشان عدينا على كمينه هتتسحب العربيه من انا عايز اقول لكم اصلا ان احنا عاملين المفاجاه دي مع بعض الف مبروك يا ابو علي الله يبارك فيك يا باشا وربنا يكملها على خير يا رب ربنا يا رب يكفيك شرها كده ويديك خيرها اللهم امين بس ايه رايك لا بسم الله ما شاء الله يعني بصوا يا جماعه الاختيار اللون ما شاء الله موفق يعني يعني ربنا يحميها لك يا رب شايفني من فوق هو عامه في الكابورليه احلى حاجه الابيض اه بصراحه الحمد لله بس الشراعه وانا حبيت مرسيدس مش هركب غيرها ان شاء الله دكتور يحيى منور منور والله اقفل كده اشجيني اتفرج كده وقول لي رأي الصلاة على النبي تخيل رد فعل ابوك وامك ربنا لو دخل عليهم مش هيصدقوا هيقولوا انت بتعملوا مقلب والله ما مقلب يا جماعه ده معرض زيرو اهو هو مش حابب البي ام هو حسن متعلق بالمرسيدس اجمل حاجه في الليله دي كلها ان احنا نروح بقى الساحل ونفتح الكابورليه ونمشي نزمر انت عارف اصلا اكتر حاجه كانت حمستني اول العربيه دي يوم ما انتوا جبتوا لي العربيه اللي هي الموستنج في عيد ميلادي بقاله قد ايه بيحلم بالكابورليه فانا اليوم ده صحيح انتوا زعلتوني ووجعتوني بس حمستوني خليتوني بقيت حطيتك على اول الطريق حطيتني على اول الطريق لان انا بعشق الكابورليه وانت يا ابله كله بيجي شنطته يعني وانت قاعده كده ايه يعني انا لازم تستجمي ولا ايه يلا قومي جهزي شنطك عشان ما نتاخرش حسن زي ما انا اللي جاهزه اه كله جاهز عندك يلا قومي يعني سايبين الايام كلها وجايين تعملوا خروجات دلوقتي يعني معلش خليها عليك المره دي معلش لو راحت عليكم الغرف بقى انا مش مشكلتي انا مش هقول لك المفاجاه هتعجبك تعجبنا انا هي انا ليا فيها ليك فيها لا والله وانا ليا فيها وانا ايه ده هي كام تلت طب انا كده بقى ليا فيها اول واحد فيها التلت هو الواحد الصحيح في كام تلت طب وانا ليا فيها كام هما ثلاثة وانا وانت التلت وانت التلت طب يا محمد قول لي عليها كده بيني وبينك وانا هظبطك هناك يلا بس نجهز حاجه روقك ماشي يلا لو في شنطه انت تعرف بقى شوف ايه اللي ناقص عندك اللاب بتاعك يا محمد وشنطتك وكل واحد يشيل شنطته يلا انا كده جهزت كل حاجتي وخرجتها كله تمام يلا طيب يا رماس جهزت الحاجه بتاعتك كلها عشان ما نروحش هناك تقولي حاجه ناقصه انا خلي محمد جهز حاجتك انت موتي وسمي الطرح تبقى مفروده كده بحس ان هي ايه هبله عاملها لك لا يعني يا كده يا بتبقى عدله ولا ايه يا بنات لو انا غلط قولوا انا غلط ايه مش فاهمك يعني ما بحبهاش تبقى ايه زي الملايه كده لا ما انا بعملها كده بس هي اللي بتتفرد لوحدها فما باخدش بالي بس ايه الحلاوه دي ضيعيها بقى زي مرسى مطروح دي يا لهوي ايه ده ما اقدرش يا اسطى انت قلت 10 دقايق وعدى تلت ساعه انا خلاص قربت انتوا جاهزين احنا قاعدين على الباب على فكره لو الحجز بتاع الفندق راح هتحجز لنا على حسابك في اي مكان طب بقول لك
اول ما اديك رنه انا عايزكم كلكم تيجي تفتحوا لي الباب يا عم. انت اول ما تدينا رنه هتلاقينا في الشارع مش قدام الباب. طب يلا والنبي بسرعه يا حسن عشان احنا كلنا واقفين في الشمس، احنا مش هنقعد جوه، ما عندنا الصبر نستنى لجوه بسبب السفر وبسبب مفاجاتك. يعني سايق مش يحيى معايا المفتاح هو اللي سايق؟ انا اللي سايق مش يحيى. ماشي يا كبير سلام، يلا انجز يا مسلم نشوف هيقعد ايه. ما نشوف يا ترى اللي عايزنا كلنا نروح للمدينه اكيد حاجه جامده. منوره يا حاجه بوجودكم. منوره اقسم بالله يا حاجه، ربنا يخليكم ليا. انت ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ على فكره خلي بالك انت جميله قمر، بس انا جايب لك شوالب ربنا يبارك لك في عيالك وشكاره سوداني سافا بقى المحمود، والولاد جايب لهم جردل حلويات. انا بقى انت ورثت ولا تشجيع من النار؟ انا لسه تشجيع من النار. فين بسبوسه؟ وجايب للبطل ولزياد ويوسف. ايوه جايب لهم مفاجاه يعرفوها هناك، ونيره وانجي وايناس واروى وايتي جايب لهم مفاجاه يعرفوها هناك. فاللي يتابع الفيديوهات ويدوس لايكات كتير المفاجاه هتنزل بسرعه. الله ونشجع ونتصور. طلع ليه من الحب جه؟ ثانيه واحده عدهم كلهم ما عدا لا لا عدهم كلهم المفاجأة الكبيرة هم قالت لك بس انت نسيت، قالت لك بيضلك في القفص لحد دلوقتي مش عارف تحل اللغز، وانا مش هقول لك ايه هي لما تحل اللغز. هو كده بيهرب؟ لا والله انا كده بهرب. اوعي تقول ورايا، كله يقول ورايا، بيضلوا في القفص، بيضلوا في القفص، بيضلوا في القفص، بيضلوا في القفص. طب يلا اللي هتعملها فعلا الحاج ايه؟ في القفص. وصلنا يا جماعة. ايوه يا عمرو يا حلاق فرح زوجة شوف رد فعلهم. هو ما حدش عايز يفتح ليه؟ هتلاقيه دلوقتي جاي لك بالكاميرا وجاي يزعق. تأخرت ليه؟ خليه يجيب العربية بره ما يدخلهاش، ويوسف العربية تخلي بره. يلا يا ماس هات ايدك اجري اجري اجري. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايه ده؟ ايه ده؟ وانت انت افتحوا الباب افتحوا الباب. ايه ده يا سيدي؟ بسم الله ما شاء الله الله اكبر. مهجرين عربيه عشان تروح سريع يا حسن. نعم والله. طب دخلوه يا اولاد، خش خش. انت مأجرها صح؟ ايوه مأجرها طبعا، وانا معايا فلوس اشتري العربيه دي. صح انا قلت كده، عربيتك ايه؟ ايه انت بدخل عشان افرق؟ يا انت مأجرها عشان نروح بيها الساحل؟ انا مأجرها عشان الساحل مخصوص. يا ربي والله حاجه حلوه. انت بتدخلها ليه؟ مش انا ماشيين عشان نتفرج، مش عايز اتفرج. انا مش فاهم اي حاجه. كل يقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. العربيه ايجار. ايه العربيه ايجار؟ ايه العربيه ايجار؟ اضحك علينا اضحك علينا. ايه العربيه ايجار؟ نزل. بطل كده، انت متعدل. بطل كده لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت بطل كده. حركه نص ثواني حاجه بعد اذنك. قول والله العظيم هقول الحق. والله العظيم هقول الحق. العربيه دي ايجار ولا بتاعتك؟ والله العظيم شاريها وكتبت العقد. اوعى اجيب لكم العقد يا عم. ثانيه واحده ثانيه واحده. العربيه ايجار. العربيه يا عم. لا قال لك بتاعك، قال لك كتب العقد. حلف. طب انا بكذب ولا بتصدقوني؟ لا انت بتكذب. هو حالف انا حلف. والله العظيم حسن الشارع العربيه فعلا. بيفكرني بالعربيه. طب العربيه الثانيه فين؟ طب العربيه الثانيه ايه؟ ما هو محمد اشترى دي مني بعد ما باع البيجو بتاعي. اللهم صل على ربنا يكفوا شرهم. خلاص بقى يا عم مصدقيني. يا عم خلاص مصدقيني. بص يابا يا ابو علي مبروك. العربيه ايجار. العربيه ايجار. ما حدش عبرني ليه؟ ماشي صدقك خالص. لا لا والله ما ابروك والله. مش استنى بقى بعد اذنكم، تعالى كده عشان نتفرج. تعالى يا حوده. بيفكرني قوي بموقف العربيه المرسيدس لما دخل علينا وعمل كده. يعني الرايه لما طلعش في حسن طلع في محمد. اتفرجوا قولوا رايكم. ضحك عليك بعد ما وقفت العربيه وداك العربيه يا حسن؟ لا يا ناصح يا محمود مش حلو. ايه اللي مش حلو؟ ده مش هتاخد غير اتنين ورا. واتنين ما هو وعروس ما شو عربيه بس. هي بتاخد اتنين. هي على قده يا وعروس. ايه ده حصل؟ ده هنخش ممكن ادوك في نفسك. طب نور كده. ما شاء الله عليك يا حسن. ورا ازاي؟ انا بقول لحسن يا رب يكفيك شرها يا ابني. حجم عائلي. مش هينفع خالص ليا ورا هنا. الحمد لله. من الواضح جدا يا حبيبي دورها. ما تدورها بالريموت، تدورها من جوه. بص يا حبيبي، بص يا بابا محمود. بص قول لها هاي مرسيدس. مدور ولا لا؟ ما فيهاش ما
ما فيهاش عشان العربيه دي مستورده جايه من المانيا مخصوص. يبقى مش حلو. لا ما هي اللي تتكلم دي بتبقى توكيل معموله في مصر، لكن يعني دي جايه لي من المانيا مخصوص. ايه ده يعني ما بتتكلمش؟ تتكلمش لا بتعرف الماني بس. رد على التليفون، رد على التليفون. يعني العربيه دي بتقول لها هاي وكلام والكلام الجميل ده، هل انت بتكلمها؟ يعني بتكلمها. بتستفاد منها في حاجه؟ بفرح لما بترد عليا. بتسلف لي الطريق يا عم. بص بقى يا محمد، اول واحده ركبها جنب حاسب ومراكها. ده انت تسوقي؟ اه على فكره اول واحده. ما انا هتعلم عليها السواقه ما شاء الله يا حسن. على انا وسونا هنركب فيها. ايه رايك؟ طب يلا يا ابني شوف شريها. انا كان نفسي اصلا في العربيه اللي هي بتكون كابورليه دي، انا بحلم بها من زمان من وانا عيل صغير. انت كل حاجه بتحلم بيها. ايوه ما انا دي في ذمتي ما تسواش ثلاث تعريف. ليه مش هتاخد حد؟ ايوه صغيره يا حسن. ايوه كنت بقول له جيب الاكس 6 ولا الاكس 5. ايوه يا بنات ده انا ما باخدهاش بشقه فول وطعميه. يا عم الحاج بتاعته هي وعروسته واسرته. طب عرفني اللي يركب ورا يركب. طب اتفرجوا. طيب بس حاجه جميله ما شاء الله، واسعه مش صغيره. واسعه فين يا عم؟ هي ناقصها وكرسي. انا لو هركب انط عايز افتح. تعالى انا بحلم دي. وبعدين دي للدلع، ما احنا عندنا عربيات. بص تعالى بصيت. بص انت بتعمل كده اهو حلو. بتفتح الكرسي كده اهو. محتاجه مشقه. مشقه محتاجه ايه؟ محتاجه وقت. اوعى حاجه. اوعى عربيته مش عارف يعملها. خفيف بقى. خش بقى. الله خش. ده عايز اللي يخش خيله داخل ايه الفندق بيتنزل وبيقول الحجز اتلغى. انت عارف انا دافع كام العربيه دي عشان الفندق وعشان حل. انا حليت مش هيبقى ساحه مرسى مطروح. لا احنا كنا في مرسى مطروح. ما هو لقيتش فندق الا هناك. ما انت عملت ايه؟ جبنا عربيه يخش يغير الرحله بعدين. قال له خش يغير الرحله. احنا كنا لسه هناك عادي. ما هو بحر برضه. لا حاسس ان انا ضيع من وقتنا. سيبنا بقى نمشي. هو الصراحه في الساحل بس هيبقى الدبل مش مشكله. هو هيشيل الدبل. هتشيل الدبل يا عم عشان ده راح امسحكوا في عربيه وما سقفها مفتوحه. هو هتجيبك هي تاخد حد. طب يلا طب يلا بدل ما نتاخر قدام الناس اهو. اقول لك ما عرفتش اعمل البصمه بتاعتي واسوقها. عايز اسوقها؟ ما تقوليش يا بابا ما ينفعش. طب روح خرجها يلا. طب هات المفتاح. طب استنى بقى. اوقفوا كده اوقفوا كده كله. اللي بيحب ربنا يقف جنب العربيه اهو. كله يقول ايه عشان ناخد صوره. استرها يا رب وعديها على خير يا رب يا جدع. رجلي هناك. ايه رايك انت اللي رامي نفسك؟ رجلي انت اللي رامي نفسك. ايه رايك؟ ما شاء الله جامده. ايه احلى بالركوبه دي ولا العربيات التانيه دي؟ طبعا العربيه دي مش حاجه يا جدعان. لا 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 استنى وزياد راكب كده لازم اقفل لنا السقف كده. مش عارف منين اهو. ده الاختبار يبقى من هنا اهو يا زياد. اهو الزرار ده تدوس لي تحت بس وانت دايس على الفرامل. رجلك على الفرامل وخليك دايس عليه. مش عايزين نروح احنا كده نروح نسيبه كده يا سيدي. اوه انا ماشي لازم يفضل دايس. ما شاء الله عليها لازم تفضل دايس. انا كده حطيت البصمه بتاعتي في هيقفل على ايدي. هيقفل على ايدي. هيقفل على ايدي. خليك دايس لحد ما اقول لك بس. باي. ده بيقفل في الاساس كمان. عاش يلا ربنا يبارك لك فيها والفيكشر معايا يا ابو علي. يا باشا عقبال ما تجيب انت كمان يا رب. بس خلي بالك بس من الطريق عشان اسمع العربيات دي ربنا يستر. لا انا حتى لو العربيه بتجري انا ما بجري. طب يلا انزل بقى سوق. انا لما اطلع رخصه ابقى خليك تسوق عادي يا رب. اديني طلعت البطاقه. انت لحد دلوقتي انت بتخرج العربيه بس. تطلع الرخصه تركب بقى ايه وتسوق على الطريق. استني 18 سنه فارغ الصبر يعني. بص يعني مش مستني حاجه في حياته غير ان اجيب 18 سنه. كل حاجه انا اللي هسوق بقى. ماشي حر قوي. انا اللي هسوق بقى. لا 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 ما هو حسن هيسوق واحده وانت تسوق انا كده هترمي ورا. ومعلش معلش احنا عددنا مش كبير يعني. احنا كلنا بص هسوق نص ساعه وانت الباقي. طب اسوق 10 دقايق 5 دقايق 3 دقايق. عايز افرح بالعربيه. ما انت فرحت بيها كتير. عايز افرح بالعربيه يعني. سيب افرح نص ساعه. طب تلت ساعه احسن ناس. ده انا سوق الهوا لو كان يتساق زي ما كنت مولود سواق. في المزيكا تلاقيني اداء. ما احنا احسن ناس. ده انا بيع الهوا لو كان يتباع زي ما اكون مولود بيع. ميكانيكي وترزي وتبع. احنا احسن ناس. احسن ناس. في المية او 99%
مسرح سيما دايما لينا تيجي تلاقينا منك شباك كورة وفورة في التحكيمة في التقسيمة نخش معا ولو من بحر ومن بلدينا او من سينا ولسه انا من غير ما نقول لك اسامينا اسأل عنا احنا احسن ناس انا عمري ما كنت الكبير. بصوا انتوا معاكوا الشنط هنا اهو هات يا ريماكس انا جايب 17 كنزايه و17 باتيهايه فانا هسيب الشنطتين كل واحد يخش ياخد باتيهايه وكنزايه هو انا عن نفسي انا هدا وانا خدت باتيهايه عايز حاجه مسكره انا مع السله يعني مش مسكره يعني مطلقه يعني الناس اللي بيتفرجوا علي من بره مصر مسكره يعني مع السله حاجه حلوه محمود شكله هيدلعنا وصارف ومكلف ده هتبقى رحله زي العسل هو ورايا بالكاميرا هتبقى رحله زي العسل مستر احمد ده قبله السنه اللي فاتت وبرده ظبطني بس انا عشمال المجهود كمان ايه يروق على الرجاله ان شاء الله العيله كلها ده احنا بص احنا قفلنا لك الريسبشن هنا خلاص ان شاء الله باذن الله ان شاء الله موجود عندنا كل سنه باذن الله عامل حسابي في غرفه لوحدي يا باشا بص خلي بالك انا حاجه هنعملك هنا في الريسبشن لو ما خدتش غرفه لوحدي بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني عايزين فندق لوحدهم ده لسه في عدد ثاني ايوه انا بقول ما شاء الله انتوا عايزين فندق لوحدكم تسكنوا فيه عينك يا حسن بص بص المنظر هناك لسه بقى هنروح نتفرج على كل ده بس ايه يعني نسكن الاول ونستلم الغرف بتاعتنا صح الدلع بيت الدلع يا ايه ده نوس مش ليه انت في ديك رومي بتعملها والله الجمال واحده الاخ واحد الله الاخ الكبير دايما بالاشياء المسؤوليه تونه اول واحده يعني خد يا تونه هاخدهم انا هاخدهم انا خدي واحدة انا هاخدهم انا استني هاخدهم انا هاخدهم انا تاخدي واحدة تاني خد واحدة تاني تعبيرك والله معانا هندسة يعني الواحد مش عارف يقول لك يبقى امانة والله حاجات سهلة احنا فداك واحنا شامع هتحترق من اجل الاخرين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب احرصالي يا رب من كل عين ومن كل حسد يا رب احط بقى الحاجات دي كده عشان ايه نعرف نفتح الشنطة بسم الله بص بقى هي ما فيهاش شنطه يعني ايه اصلا العربيه نفسها ما فيهاش شنطه هي بص مفيش حاجه خالص مفيش حاجه خالص ايه رايك بص بقى يا باشا ديت عشان خاطر ايه افتحها واحطها على الازاز عشان الازاز ده ما يفرقعش مني العربيه لسه جديده بس عايز اقول لك على حاجه اول مره اخد بالي منها إيه؟ ان اول مره اخد بالي ان العربيه دي باب واحد ما فيهاش باب ورا بباب واحد ان بابين قدام يعني ما فيهاش باب ورا طب ما خدتش بالك والله ما خدت بالي يعني احنا طول الفتره للسواقه دي وطول انت لسه جايبها الصبح انت هتمثل واحنا هنا نتفرج كنا متهوجين ما انا اقصد انا اقصد الطريق ما احنا بقالنا شويه حلوين في الطريق انا هركز في الطريق ولا في الباب بتاع ابو علي ايه ده بيهزر يا عم هو في عربيه كابور ليه مش عاجبك ليه ما عشان باب واحد مش عاجبك ابوك اه اما ابوك هيركب ازاي هو مش جايبها ليه اصلا مش جايبها لابوك انا جايبها اركب بيها لوحدي اساسا هي عائليه الله اكبر عايزين نطلعك فوتوغرافر فوتوغرافر ولا فيديوغرافر انت بتحب تصوير الصور ولا الفيديوهات لا الفيديوهات الفيديوهات تحب الصور تعرف تصوري بسم الله ما شاء الله الله اكبر ما شاء الله يلا من الكبير للصغير اخد واحده في ايدي الثانيه هنا عشان عشان مرتين الحموله لا تزيد عن اربعه لو سمحت بس كفايه كده ماشي هما كده كده كلهم اطفال خلاص كفايه طب يلا يا حلو هيستنونا عادي يستنونا فوق طبعا الكارت ده لو جه على الموبايل بيبوظ واضطر ان انا انزل اعمله من الريسبشن هنا المرار بتاع كل فندق بننزل فيه اكتر حاجه بتكرهني في الفنادق فاكر بتعملوا ليه فاكر لما كنا في الغردقه لما خدت كده وحطيت في جراب الموبايل طلع فوق من فوق طلع فوق لا ده بيهزر بقى ده كده بيفسحوا ما احنا عايزين نروح البحر يا عم الحموله تزيد عن اربعه يعني كده كام خش يا محمد او خش ماشي خش يلا انت اي حاجه اللي انت عايزه انت عايز ندفع كام يلا مع السلامه مع السلامه مع السلامه